حذاري من الواحد يطلق كلمات يعني يفضل فيها الدساتير أو القوانين على الكتاب والسنة. انتبهوا لهذا. بعض الناس تتكلم على الدستور وقال إيمانا به. إيمانا به؟ احنا نعرف ايش الإيمان بالله، مش تؤمن بالدستور. هذه كلمات خطيرة، لو يعقل ما يقول قد يذهب دينه إذا قالها. لكن جهل، الجهل أطبق على هؤلاء. اسمعوا من الناس، سر نجاتنا تمسكنا بالدستور، بدون دستور أنا أكل ولا أشرب، بدون دستور نهلك، بدون دستور إيش الكلام. هذا خطأ. فاستمسك بالذي يوحي إليك، تمسك إيش بالكتاب والسنة، مش تمسك لا بالدستور ولا غير الدستور. انتبهتم؟ في الدساتير ما ينظم حياة الناس، مرور ولا أسكان ولا حاجة ولا كذا، لكن الأصل ما يتدين به العباد هو أن يتدين بالكتاب والسنة. وما الفرق بين شريعة الله وشريعة المخلوق؟ ما الفرق؟ الفرق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. شلون الخالق صفاته كمان والمخلوق صفاته النقص؟ شريعة الله كاملة من كل وجه، وشريعة المخلوق مهما اجتهد فهو ناقص. فرق كبير. لذلك أصبح الآن الناس قل من يتكلم ويطالب بشرع الله عز وجل، في غفلة كبيرة. كلام خطير جدا. نعم.